بالنسبة لي أنا مزيانة. علاش مزيانة؟ لأن سام بيرمين فهمت باش كتفتح لي واحد المجال باش نهضر مع الجمهور. كما كانش هذه الإشاعة ما غاديش نجي لهنا وما غاديش نهضر مع الجمهور. هذاك الشيء كله كذوب، ما فيه لا مرض لا هذه لا هذه، دايرين فيا السرطان، ما فيا حتى شي حاجة، الحمد لله بصحتي. حقيقة كاين لاج، يعني السن راه كيلعب دور. دابا يعني في مواد ديسمبر لو 27 ديسمبر فهاد العام هذا غادي نوصل 80 عام، والله سبحانه وتعالى قادر نقدر نوصل حتى 2000 سنة، ماشي مشكل. أنا لا بغى الله سبحانه وتعالى جيت عندكم باش نكذب هذيك الإشاعات اللي يقولوا راه مريض فيه كونسير. ها هو لكن هو هذاك اللي قال طبيب يجي يقلبني واش فيه الكونسير ولا ما فيهاش. هذا هو، لأن باش الإنسان تنوض تقول هذا شحال من مرة كنسمعوا على أن عبد الجبار مات، كان تصلوا به كيتصلوا به الناس كيقولوا دير أنا كون كنت ميت ما نجاوبكمش. راه بزاف، راه بزاف كيكذبوا لنا كيكذبوا، ولكن هذوك ما عندهم ما يديروا. كون عندهم ما يديروا كون راه يمشيو يديروا شي حاجة أخرى من غير الهضره هذا. وأنا راه كنقول هذا اللي كذا هذا رد باله مني، ما يبقاش يكذب عليا، لأن نقدر ندير حاجة أخرى، ما يبقاش يكذب عليا. راه القانون ما كي راه القانون كيمنع فحال هاد الإشارة هذا فحال هاد الدعاية. باش توصلوا بالجديد ديروا جيم لاباج ديالنا، تابعونا على اليوتيوب، وما تنساوش تخليو كومنتار.